ماشي ده ان حلو، شاء الله حل ليسن 2. ده ليسن 2 من كونسبت 3.2. اول سؤال بيقول للباروميتر ميجر ايه؟ كلمه باروميتر يبقى بيقيس الاتموسفيريك بريشر. السؤال اللي بعده رقم 2، انسترومنت يعني جهاز. الانسترومنت لاين ثرموميتر اند باروميتر كان بي كارد انتو اتموسفير تو ميجر ذا ويذر كونديشن، بستعملهم عشان يقيسوا الطقس. ويذر كونديشن يعني الاحوال الطقسيه. كل الادوات دي بستعملها عشان تعرف الطقس في الالتيتيود يعني في الارتفاعات العاليه. بستعمل الساتلايت صح، بستعمل اير بلين الطياره، ويذر بالون اللي هو المنطاد اللي بيقيس الطقس يعني منطاد كده بنجيب فيه بنحمله بنحط فيه ترمومتر وباروميتر، كلهم ينفع يقيسوا الويذر عند ارتفاعات عاليه ما عدا القاع. بيقول لي هنا اكسبت هيت ترانسفير فروم ال ايه. طب الهيت ترانسفير فروم ال ايه عند قانون بيقول لي ان الهيت لازم يروح من الهوت للكولد، يعني عندي الجسم ده حرارته 100 وده حرارته 0، الهيت بتروح من ال 100 لل 0. اللامبس هيت اب نقط اند كول داون كومبيرد تو ذا ووتر. الارض تسخن اسرع ولا الميه؟ هقول له نمبر 4، هقول له ان اللامبس هيت اب كويكلي اند كول داون كويكلي. الارض تسخن بسرعه وتبرد بسرعه، الميه لا. عشان كده لما انزل البسين هقعد لالاقي لغايه الظهر الميه في البسين ساعه، يبقى فين وفين لما تسخن وفين وفين لما تبرد. At night when sunset on a beach، في وقت بالليل في وقت الشمس بيحصل لها غروب. On beach يعني على الشط. التمبريتشر بتاعت اللاند والووتر انكريز؟ لا. هل التمبريتشر بتاعت اللاند والووتر ديكريز؟ هنا هقول له اللي بيحصل ان هما الاثنين وقت الغروب يعني الشمس مش هتكون موجوده، يبقى هما الاثنين حرارتهم هتقل. ايه ده تمبريتشر اوف ساند 50، يبقى التمبريتشر هتوصل كام بالليل؟ لو في النون، النون يعني في الظهر، لو في الظهر كانت الحراره 50، طب في الليل تبقى اكتر ولا اقل؟ لو في الظهر 50 يبقى بالليل اكيد اقل. ناخد الترو اور فولس. ساند ابزورب هيت سلوور ذان slower than water during day time. الساند هتمتص ميه اكتر؟ لا. هقول الاجابه رونج، الميه هي اللي بطيئه. ساند كول داون ان شورتر تايم، الرمل هيبرد في وقت اقل من الميه. طبعا صح، الميه بتسخن في وقت كتير وتبرد في وقت كتير. ايه ذا تمبريتشر اوف ساند 42 في النايت؟ يبقى 55. لا، حرارة الرمل 42 في الليل طبعا هتبقى أقل. The temperature of water and sand increase at the same rate، المية والرمل درجتهم هتعلى بنفس المعدل؟ هقول له لا، مين اللي هيعلى أسرع؟ الساند هيعلى أسرع. Mapping data، الخريطة بتاعت الداتا المعلومات، allow meteorologists to represent data about weather، بتخليهم يعملوا معرفة بالطقس؟ هقول له صح. scientific term، مين الساينس اللي بيعرف الويذر؟ الساينس اللي بيعرف الويذر اسمه ميترولوجي، لكن العالم اللي بيعرف الطقس اسمه ميترولوجيست. يبقى اول واحده هنا هقول له ميترولوجي. نمبر 2، في كلمه ساينتست ويذر، العالم اللي بيعرف الطقس اسمه ميترولوجيست. سؤال رقم 3، ديفايس ميجر ذا بريشر، الجهاز اللي بيقيس البريشر بسميه باروميتر. نمبر 4، مين الجهاز اللي بيقيس التمبريتشر؟ اللي بيقيس التمبريتشر ثرموميتر. اللي بعده ويت اوف اير، وزن الهواء، هو ده اللي اسمه اتموسفيريك بريشر، الضغط الجوي بنسميه ويت اوف اير او اتموسفيريك بريشر يعني الضغط الجوي. الكومبليت، as the night في الليل، الساند كول ايه؟ والبلاقي ساند هيت او كول، طبعا الرملة بتبرد او تسخن فاستر. عشان كده لما اجي اروح مصيف واحط رجلي على الرمل الاقي رجلي سخنت بسرعة، الرمل بيسخن بسرعة، لكن في المية لا، المية بتسخن بالراحة، يبقى فاستر زي نوت. السؤال اللي بعده، at noon، at noon يعني في الظهر، الساند هوت النقط تايم زان ووتر، الساند بيسخن اسرع من الميه، يبقى بياخد وقت ايه؟ شورتر تايم، واخد وقت اقل.
the temperature of water and sand in presence of heat. لو حرارة الرمل وحرارة المية متساويين ولا مختلفين؟ هقول له الحرارتين، الحرارة بتاعة المية والسان في وجود الهيت هقول له increase، الحرارة بتاعتهم هما الاتنين بتزيد، بس اللي بيزيد الأكثر على الرمل. Number four، sea water absorb heat slowly and lose its ايه؟ المية بتمتص حرارة and and lose it slowly، هو بيسخن بالراحة وبيبرد بالراحة، الهيت واللوس بتاعهم سلولي، المية بتسخن بالراحة وبتبرد بالراحة. نمبر 5، ثرمومتر يوزد تو ميجر تمبريتشر. يبقى أول واحدة تمبريتشر، تاني واحدة الباروميتر بيقيس الأتموسفيريك بريشر، يبقى هنا هكتب تمبريتشر وهنا أتموسفيريك بريشر. Give reason at noon we may not able to stand barefoot on the sand. واحنا في وقت الظهر مش بقدر نمشي يعني حاف كده على الرمل، ايه السبب؟ هقول له because sand heat faster than water، الرمل بيسخن اسرع من الميه. What happened اول سؤال؟ What happened to the temperature of water inside the beaker if we put it under light lamp؟ لو عندي ميه جوه بيكر، بيكر يعني الكوبايه اللي في المعمل اسمها بيكر، ايه اللي يحصل لحراره الميه لما نحطها لايت لامب يعني لمبه منوره؟ هقول له temperature increase، الحراره هتزيد. ممكن كلمه temperature بكتبها كده will increase. نمبر 2، ايه اللي يحصل للtemperature of sand at night؟ حراره الرمله بالليل يحصل لها ايه؟ هقول له decrease، السand increase quickly وديكريس quickly. مديني هنا صوره بيقول لي show the using of concrete الأسمنت في ال hot summer and cold winter. The temperature inside the building حرارة المباني by absorbing نقط energy during day. هو أي حاجة بتمتص إيه في الحرارة؟ يبقى absorbing thermal energy. When sunlight fall on concrete. لو الشمس وقعت على الأسمنت التمبريتشر بتاعته يحصل لها إيه؟ increase. كده نكون خلصنا حل listen to.